السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم وصفة ببذور الكينوا، وصفة مختلفة. كيف ما كيعرف الأغلبية ديال الناس أن بذور الكينوا كنعتمدوها فقط في السلطات، يعني كنديروها في لي سالاد، كنوعوا مع الخضر وكناكلوها باردة يعني كسلطة. ولكن أنا اليوم جبت لكم فكرة جديدة، جبت لكم الكينوا على شكل دي غاليت، يعني على شكل بحال نقولوا طرطيات صغورين، يعني كطيب في المقلة وكنشكلو مع الخضر اللي كاينين عندنا متوفرين. دابا هنا غادي ندوز باش نوريكم المكونات ديال هاد لي غاليت. هنايا عندي تقريبا واحد الكاس ديال الكينوا اللي غسلته مزيان وسلقته، عندي واحد الحبه ديال الفلفله، عندي هنايا خيزويه صغيره، عندي هنا خمسة ديال الوريقات اولا ستة ديال السبانخ، عندي بروية متوسطه، وعندي شويه ديال المعدنوس باش غادي نسم، وبطبيعه الحال غادي نحتاجو هنا البيض. هادو هما المكونات اللي عندنا اليوم، هادو هما الخضر اللي غادي ندير. غادي ندوز دابا للتحضير ديال هاد السلطه. بالنسبه للكينوا فانا خديتها كيف ما قلت لكم كاس غسلته مزيان، درت ماء يغلي ودرت فيه شويه الملحه ودرتها تسلق عادي بحال اللي غادي نسلقوا اي نوع ديال لي بات، ومن بعد كتصفيوها كتولي جاهزه عندكم. هنايا غادي نبدا نقطع في الفلفله ديالي، غادي نحاول نقطعها قطع صغيره مربعات صغيره باش ما تجيش باينه، وغادي نضيفها على الكينوا. بغيت نقطعها هنا صغيره باش ما تجيش باينه حتى على الوليدات. اي خضر غادي تعتمدوهم في هاد لي غاليت تحاولوا تقطعوهم صغارين ما يجيوش باينين، باش حتى في الطياب ديالهم كيف ما قلت لكم فهي كطيب غير في مقله اللي كتكون غير مدهونه بشويه الزبده، يعني ما كطيبش بزاف، فضروري نديرو القطع ديال الخضر تكون صغيره باش كطيب لنا دغيا دغيا وكيجي المذاق ديالها زوين. هنايا مور ما قطعت الفلفله ديالي هكا قطع صغيره كيف ما كتشوفوا، غادي نضيفها على الكينوا. هذيك الكينوا دابا راه عندي جاهزه انا مسلوقه ومصفيه، ويعني مصفيه من الماء مزيان. غادي نضيف عليها هذه الفلفله اللي مقطعه صغيره، هاد خيزويه فانا ما غاديش نقطعها بما ان خيزو عندي خضر ويعني كيشد شويه الطياب، فانا فضلت انني نحكى، فانا من بعد غادي نحكى ان شاء الله. وهنايا غادي ندوز باش نقطع البرو، يعني غنحاول نقطعو حتى هو بحال اللي قطعت الفلفله باش حتى هو ما يجيش باين. صراحه تيجي المذاق ديالو زوين، هنا كيعطي واحد النكهه خاصه في هاد لي غاليت. بالنسبه للخضر نتوما تقدروا ديروا اي خضره بغيتوها، تقدروا تضيفوها هنايا، تقدروا ديروا خضر زائد هادشي اللي درت انا، فكيجي كلشي زوين. تقدروا ديروا الشيفلور محكوك تيجي زوين، الشيفلور يعني خضر ديروه محكوك معاها تيجي رائع. تقدروا ديروا ليشو مقطع رقيق، تقدروا ديروا حتى القرعه محكوكه، القرعه الخضراء محكوكه حتى هي كتجي زوينه في المذاق وكتجي تعطي واحد الرطوبيه لهاد لي غاليت. المهم نتوما ديك الساعه عندكم حريه الاختيار ديال الخضره، تقدروا تضيفوا اللي بغيتوا. هنايا جبت الحكاكه، غادي نحك خيزو في الجهه الرقيقه ماشي الجهه الغليظه باش كيف ما قلت لكم يطيب ليا دغيا دغيا، فغادي نحك هاد الخيزويه وغادي نضيفها حتى هي على المكونات الاخرى.
صافي هنا خيزو كيف ما شتو انا حكيته مزيان، غادي نضيفو حتى هو لي غاليت ديالي. خيزو راه ما تيطلقش الماء، يعني واخا تشوفوه فحال هكا خضر محكوك فنهائيا كيجيو زوينين ما فيهمش نقطه ديال الماء. وهنايا غادي ندوز باش نقطع اخر حاجه بقات عندي اللي هما الصابانيخ وديك الربيطه صغيره ديال المعدنوس باش غادي نستمهم. الصابانيخ حتى هما غادي نحاول نقطعهم صغار، نتوما تقدروا تقطعوهم على الحجم اللي بغيتو لانهم مع الطياب كيدبلوا ما كيبقاوش باينين، تقدروا كاع تخليوهم باينين زعما كبارين، فهما كيطيبوا دغيا وكيجيو زوينين. دار لي ما عندهاش الصبانيخ تعوضهم غير بالمعدنوس فقط، ماشي مشكل. صافي هنا يبقى لي هاد الربيطه الصغيره ديال المعدنوس، بغيت نضيفها باش تعطيني داك النكهه، فتا هما كيجيو كيعطي نكهه خاصه ليهم. صافي من بعد ما نقطع المعدنوس هكا حتى هو غادي نقطعه صغير، غادي نضيفو المكونات الاخرى وغيصبح عندي كل شيء جاهز، غيبقى ليا غير البيض وشويه ديال التبزيره ضروري. صافي هنايا راه كلشي صبح عندي جاهز، غادي نضيف شويه ديال الابزار ضروري باش كينسم لينا، وغادي ندير شويه ديال الملحه. هنايا راه ضفت عليهم ثلاثه ديال البيضات ولكن مع الاسف ما بانوش في التسجيل. المهم غادي ضفت ثلاثه البيضات وخلطت المكونات ديالي كاملين مع بعضياتهم. هنايا جبت مقله طيفه اللي ما كتلصقش ودرت فيها جوج معالق صغار ديال الزبده، غنحاول بحال الا غادي ندهن المقله ديالي بداك الزبده وهي دايبه، عاد غادي نبدا نحط في لي غاليت. هنايا حطيت شويه ديال الخضر ديالي في المقله، غاليت الاولى حطيتها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيف ما قلت لكم غادي نحاول نديرو دي غاليت صغيورين احجام اللي بغينا، تقدروا ديروهم كبار ديروهم فرديين يعني صغيورين او متوسطين، المهم ديك الساعه عندكم يعني الاختيار ديروهم كيف ما بغيتو. فكما كتشوفوا كيجيو قابطين راسهم، كتحطوهم كتشكلوهم هكا دائريين بالمعلقه وصافي، كنخليوهم غير يتحمر لينا داك البيض وشويه ديك الخضره طيب لينا عافيه تكون متوسطه ما تكونش مجهده باش ما يتحرقوش وصافي. ونحاولوا معاهم ما امكن نخليهم حتى يشدوا راسهم، نشوفوهم شدوا راسهم مزيان عاد نقلبوهم. كيف ما كتعرفوا الكينوا راه يعني ما هشيشه شويه يعني ما كتقبضش راسها دغيا، فاحنا ديك البيض هو اللي غادي يعاوننا، غادي نحاول بشويه بشويه نتسنى عليهم حتى يقبضوا راسهم، عاد غادي نقلبوهم للجهه الاخرى وغنبقى نحمر فيهم على هذا الشكل حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. هنايا راني قلبت الكاليت الاولى كيف ما كتشوفوا، يعني حاولوا تبقاو معاهم غير شويه بشويه كيبغيو شي شويه الخاطر، وانتوما معاهم حتى كيشدوا راسهم عاد كتحمروهم على جوج جهات. والشكل الاخير ديال لي كاليت هو هذا، كيجيو محمرين بعد ما كنطيبوهم وكيتقطعوا بحال هكا، حاولت نقطعهم انا على هذا الشكل، كيجيو فنين، كيجي داك المذاق ديال الخضر مع الكينوا كيجي رائع. كنتمنى فعلا انكم تجربوهم وتجربوهم حتى لوليداتكم دابا مع المدرسه، ديروهم ليهم حتى في داك اللانش بوكس ديالهم اللي كيديو معاهم، فهما كيصبروا يعني كيتكالوا سخان وكيتكالوا حتى باردين، حتى بالنسبه ليكم الا خدامين وتبغيو هكا شي حاجه تديوها في الوقيته ديال الغداء فكنصحكم بهم. كيف ما قلت لكم كيتكالوا باردين وسخونين وكيصبروا وكيبقى المذاق ديالهم رائع، والاكثر من هادشي كله انهم غنيين بزاف بالفوسفور، غنيين بالزنك بالمغنيسيوم بالنحاس بالحديد اللي كاينين في الكينوا، وغنيين بالفيتامين سي والفيتامين كا والفوسفور اللي كاينين في الصبانخ والخضر الاخرى، فداكشي عديد فيهم. كنتمنى فعلا انكم تجربوهم وبصحه وراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.